السلام عليكم. أدت قائد عسكري إيراني بارز الاثنين بإزالة إسرائيل من الوجود في أول تعليق إيراني على قصف إسرائيل لموقع سوريا. قال جيش الاحتلال إن من بينها أهدافا إيرانية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز ناصير قوله إن قوات بلادي على استعداد لخوض المعركة مع إسرائيل وإزالتها من الوجود. وأضاف أن إيران مستعدة لحرب ساحقة مع إسرائيل، وقواتنا المسلحة مستعدة لليوم الذي نرى فيه تدميرا لإسرائيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.